جديد، وبنرحب بكل اللي انضموا لمتابعتنا عبر صباح الخرطوم عبر شاشة قناة الخرطوم الفضائية. لكم التحية، تحية الصحة والعافية. نقدر نقول حلقة اليوم هي أقرب، لأنه حلقة فيها توعية، فيها تثقيف، خاصة أنه الناس الآن متخوفة بفيروس كورونا. بنقول دائما التوعية لو أخذنا بالوقاية إن شاء الله ربنا بيحمي الناس، لكن لا بد من الأهمية بمكان أنه نلتزم بالإشتراطات الصحية لوزارة الصحة. ونقول أنه من خلال رسائلنا نحن الناس تلتزم عشان صحة الإنسان، دي الحاجة اللي بتهمنا جدا. حنتكلم في الجزئية دي عن جزئية عندها علاقة بالكورونا، وكمان علاقة قوية جدا وفيها برضو مخاطر. نفايات الكورونا الناس برضو بتتخوف منها لأن عندها برضو مضار. فنحن عايزين في الجزئية دي نتكلم عن شكل المعالجات اللي بتتم للنفايات من خلال ضيفنا داخل الاستوديو، الباشمهندس سالم صلاح أو سالم خال العيال، وهو المدير العام للمجمع السعودي السوداني لمعالجة النفايات الطبية. أهلا ومرحبتين حبابك باشمهندس، صباح الخير عليك. صباح الخير ومرحب بكم أستاذة مشاعر، ومرحب بجميع مشاهدي برنامج صباح الخرطوم. أنا باشمهندس سالم صلاح سالم خال العيال، مدير العام للمجمع السعودي السوداني للفرز والتبرير ومعالجة المخلفات والنفايات الطبية، الوحدة العاملة في مجال نقل ومعالجة المخلفات الطبية داخل ولاية الخرطوم. باشمهندس، لما انت جيت وقلت لي النفايات قلت لك لو كنت عارفة انت بتاع النفايات الكورونا كنت احتذرت عن الحلقة دي. لأنه ممكن نخاف نحن من حتة الكورونا دي، لكن الناس ما أخذ حسابه تماما، وهو جانا ما شاء الله يعني بكامل الوقاية. فنتمنى أنه يعني السادة المشاهدين أنه يستفيدوا من الجزئية دي في كيف أنه نحن نعالج مع ضيفنا داخل استوديو صباح الخرطوم اللي حيحدثنا عن شكل المعالجات اللي بتتم للنفايات الطبية خاصة كورونا، وكيف الفرز بيتم، وكيف انه نحن نوعي الناس انه ما تكون في مشاكل. وضيفنا ده هو باشمهندس سالم صلاح، اللي هو سالم خال العيال، وهو المدير العام للمجمع السعودي السوداني لمعالجه النفايات الطبيه. باشمهندس، الخوف دائما بلازم الاسر لما تكون في امراض منتشره، وخاصه هي فيروسيه زي كورونا. دي الموجة الثانية، والناس بتتكلم عن الموجة الثانية هي أقوى من الموجة الأولى، باعتبار أنه الموجة الأولى كانت نحن داخلين على صيف، لكن الآن الموجة الثانية نحن داخلين على شتاء. قبل ما نتكلم عن النفايات، شنو من الاشتراطات اللي لابد أنه الناس تلتزم بها عشان تقي نفسها من فيروس كورونا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاشتراطات المفروض الناس تتبعها ابتداء من ارتداء الكمامات. نعم. التباعد الاجتماعي، لازم تكون في مسافة ما بين الشخص والشخص على الأقل حدود متر ونص إلى مترين. غسل الأيادي باستمرار. صحيح. استخدام المعقمات، احنا بننصح باستخدام المعقمات بصفة مستمرة لأنها كمان بتقتل مضار. الضار والنافع من البكتيريا، فممكن يكون إذا استخدمتها بكميات كبيرة و فترات طويلة ممكن يكون عندها آثار سيئة شوية على البشرة. لكن الغسيل باستخدام الصابون لفترة زمنية معقولة، زي 10 ثواني تقريبا. أي نوع من الصابون بيؤدي لأنه بتخلص من الفيروس. شرب الموية على أساس أنه الفيروس بتاع كورونا حسب الدراسات الأخيرة هو بيستقر في المنطقة بتاعة الحلق. فانت لما تشرب مويه بصفه مستمره بتساعد انه الفيروس ينزل من الامعاء، بعد ذلك بيتم التخلص منه عبر العصارات الموجوده في الامعاء. طيب باشمهندس، اليوم دارين نتكلم عن النفايات الطبيه الخاصه بكورونا، لانها برضه هي لصيقه بصحه الانسان وهي ضاره بالبيئه، كل الاشياء دي حنتكلم عنها. خلينا شويه كده ناخذ فكره عن المجمع نفسه، المجمع السعودي السوداني لمعالجة النفايات. نشأة المجمع كانت في العام 2013. نعم. تقريبا في شهر أكتوبر.
بدأ التجهيز وتجهيز المباني والانفراستراكشر، استجلاب الآليات. تشغيل الرسمي المجمع بدأ في 2015 في شهر فبراير، بدأ تشغيل تجريبي واستمر لمدة شهر. في مارس 22 مارس 2015 بدأ التشغيل الفعلي للمجمع. المجمع بدأ بمحطة بتاعت معالجة واحدة بطاقة تصميمية 24 طن في الساعة، وتشغيله فعليا 18 طن في الساعة. تم استجلاب وحدة إضافية في العام 2016، أصبح عندنا وحدتين بتاعت معالجة، بحيث أنه إذا حصل تعطل في واحدة من الوحدات يكون عندنا وحدة موجودة احتياطي. المجمع بيخدم كافة قطاعات المؤسسات الرعاية الصحية من قطاع حكومي أو قطاع خاص. يعني عندنا القطاع الحكومي فوقه 53 مستشفى، بالإضافة إلى 256 مركز رعاية صحية، موزعات ما بين مراكز صحية مرجعية ومراكز صحية 10 حزمة، اللي هي المراكز الصحية المرجعية اللي بتكون في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والعشر حزمة اللي هي في الأطراف. بالإضافة إلى كده القطاع الخاص واللي هو في حدود 79 مستشفى قطاع خاص، يزايد مراكز متخصصة ومراكز صحية وعيادات أسنان ومجمعات طبية وعيادات عادية بتاع الدكاترة. فإحنا كل القطاعات ده بنوفر له الخدمة. إحنا الآن العامل معنا في حدود 1340 مؤسسة، بيتم توفير خدمة النقل والجمع بالإضافة للتدريب. إحنا بندرب المؤسسات على آلية الفرز، أساس إنه هو يفصل النفاية الطبية من النفاية البلدية أو النفاية العادية بتكون موجودة في المستشفيات. بنقدم لهم ده الإرشاد اللوني اللي هو بيحدد كل شكل من النفاية الطبية تتخطى في شنو. الآلات الحادة تمشي في الصناديق الأمان، الأكياس، الأكياس الدم. الفرز ده كله بيتم داخل المراكز داخل أو المستشفيات. داخل المستشفيات أو المراكز. إحنا بنديهم على تدريب في عند الحوجة، هم إذا احتاجوا لدورة تدريبية. طبعا المستشفيات كلها فيها أقسام بتاعت انفكشن كنترول، هم أوريدي يعني عندهم المعلومة عن كيفية الفرز وعندهم خلفيات. احنا بنقدم التدريب كنوع من التسكير الاضافي. بيتم الجمع عبر اسطول مخصص عباره عن عربات مبرده في شكل تلايات مبرده. بيتم حسب جدول زمني متفق عليه مع المؤسسه، بتمشي العربات فيها المشرف بتاع النقل بالاضافه الى العمال المخصصين. طبعا العمال بيتلقوا دورات تدريبيه داخل المؤسسه. عندنا في المجمع بندرب كل الاسطاف على انه كيف يتعامل مع النفايات، كيف ينقل النفايات، كيف يحصل عمليه، كيف يقي نفسه هو، كيف نقي نفسه. حصل عمليه الجمع من المستشفى، بنمشي المستشفى بنسحب النفايات، في استمرار بتتمري عشان يكون في تفويض لنقل النفايات من المؤسسات لحد احنا ننقلها في الطريق لحد ما تصل المحطه على المعالجه المركزيه. في محطه المعالجه المركزيه بتجي السيارات بتخش المحطه. احنا في التكنولوجيا بتاعت المعالجه طبعا النفايات عندها كميه من الطرق للمعالجه. احنا الان استخدمنا تكنولوجيا اسمها التعقيم البخاري الرطب. في طرق اخرى اللي هي طرق الاكسده الحراريه اللي هي معروفه عند الناس باسم المحارك، ولكن عندها مشاكل كثيره. يعني اول الانبعاثات بتاعت اللي هي بترجع للبيئه الغازات الثانية. فانك عشان تقدر تقلل انبعاثات الغازات فالتكلفه بتبقى عاليه جدا. التعقيم الرطب الميزه الاساسيه فوق انه بيعتمد على المويه. احنا بنستخدم المويه بنضغط، ما شاء الله عندنا نيل. احنا بنضغط احنا بنضغط المويه وبنوصلها درجه حراره عاليه جدا. يعني عاده احنا بنشتغل في درجه حراره تروح ما بين 150 الى 200 درجه. الضغط بيكون ما بين 4.8 ل 5.3. الاجهزه عندها امكانيات تصل لغايه 400 درجه 8 بار، لكن ما عندنا حاجة لأنه المواصفة العالمية تتكلم عن درجة الحرارة 125 درجة في ضغط 1.2. إحنا حتى أعلى من المواصفة العالمية بأربع مرات. ده كله تأكيد وضمان لأنه كل النفايات دخلت داخل الأجهزة تمت معاريتها بصفة عامة. دي فيها حماية وفيها ضمان للإنسان وللبيئة وللمراكز المنتشرة. الميزة الأساسية في المشروع إنه صديق للبيئة تماما. يعني إحنا ما عندنا أي انبعاث بيطلع. موية بتسخينها، الجهاز متوفر في كل المستشفيات ومراكز الأسنان بيعقموا به والأدوات بتاعته، بس الحجم بتاعه عندنا احنا في النفايات أكبر والأداء بتاعه أعلى.
باشمهندس، دي بعض الصور لجمع النفايات وكلمنا عنه. الصورة الأولى جات أول حاجة، دي الصورة الأولى دي مساهمة الشركة في تجهيز مراكز العزل. طبعا مراكز العزل كانت في مستشفيات، فجزء منها قطاع خاص جزء حكومي. فإحنا دخلنا سحبنا كل القديم الموجود على أساس إنه تحصل له معالجة. اللي هي دي الصورة دي اللي قدامنا الآن. في اللي بعديها بتتكلم عن الصورة اللي بعديها دي نفس الصورة برضه لنفس المستشفى، وتقريبا ده كان بداية تجهيز مستشفى جرش. دي الصورة لبرنامج تدريبي في أحد المستشفيات. إحنا بندرب كافة الطاقم. نعم. من كل الناس. ده الجهاز بتاع المعالجة ذات نفسه. أيوه. ده له توكليف سيستم، شايف حجم الجهاز كبير جدا، أباوت 2 متر في 7 متر. مستقبل في الدورة الواحدة نص طن. ده الأسطول بتاع النقل. الأسطول بتاع. أول عربية دي اللي هي بتنقل النفاية المعالجة بعد ما تتم المعالجة بتوديها منطقة الدفن في مردم أبو ليدات. اللي هناك دي السيارات، ده برضه جزء من دي مستشفى جرش. تجهيزها دي العربية بتنقل. تجهيز المستشفى عشان كان مقترح انها تكون مركز عزل في الموجه الاولى. ده برنامج دي سحب النفايات من برنامج شيل الاطفال، واحنا الان داخلين حمله جديده برضه لشيل الاطفال. دي الحمله كانت اول السنه. الضيف اللي قبليك كان بيتكلم، هو خبير لمنظمه الصحه العالميه في مجال استئصال شلل الاطفال، وتكلم عن كامل. نعم للجهاز. طيب باشمهندس، الآن المعالجة بتتم لكل المراكز الصحية عموما، نشوف الفرق بينه وبين المعالجة لمراكز العزل التابعة لكورونا. الآن دخول مستشفيات خاصة لمراكز العزل، زيادة في العدد، فدارين نشوف الزيادة ذاتها في دخول القطاع الخاص في مراكز العزل. الحاجة دي سهلت عليكم في الجمع والفرز في انكم تقدروا تغطوا كل المراكز، ولا في صعوبه في انكم تلاحقوا كل المراكز دي؟ ادينا الوضع الحقيقي الان لمراكز العزل. طيب احنا نبدا بالموجه الاولى. الموجه الاولى احنا من بدايه الموجه الاولى ومن شهر 2 اول ما ظهر فيروس كورونا على مستوى العالم، احنا بدينا في برنامج تدريبي مكثف وتحديد فرق مخصصه للعمل في نقل ومعالجة نفايات كورونا. قسمنا الفرق دي لأنه أفراد محددين مدربين تدريب عالي جدا هم الجهة الوحيدة المخولة تنقل نفايات كورونا وتعالجها. على أساس أنه نقلل الاتصال ما بين كل أفراد التيم العامل والناس المخصصين لفريق كورونا، نحن نسميه فريق كورونا. الفريق ده لانه التجهيزات مكلفه من ناحيه بس الاذن ده ما يقوم يستمر مع الناس. والله نامل انه الوباء ده يعني ينتهي في اسرع فرصه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. لانه حصد يعني العديد من الارواح. اكيد. ربنا والله نحن بنترحم طبعا على كل الناس اللي رحلوا وعن طريق فيروس كورونا، ونتمنى الحمايه للجميع باذن الله. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. الفريق ده هو فريق متخصص، هو المسؤول من جمع نفايات كورونا. التعامل مع نفايات كورونا بيتم بطريقة مختلفة شوية. الشركة بتتعامل مع نفايات كورونا عبر استخدام نظام الحاويات المغلقة. الحاويات دي تم باتفاق مع وزارة الصحة توزيعها في جميع مراكز العزل داخل ولاية الخرطوم، اللي هو كان في الموجة الأولى كان مركز العزل جبرة، برج الضمان الاجتماعي، مستشفى يونيفرسال، مستشفى الخرطوم، مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى بحري، مستشفى مدرمان، مستشفى حجة الصافي. كان مفروض مقترح تدخل صوبة، ولكن الموجة الأولى ما دخلت مستشفى صوبة. بيمشي العربية بتطلع حسب جدولة موضح لها. كان في اليوم بتنفذ ما بين رحلتين إلى ثلاث رحلات. بتمشي الجدول بتاعها كاملا. في منتصف تقريبا الموجه دخلت مستشفى الصلاح الطبي بمركز عزل بتاعها برضه، زائد مستشفى الشرطه. فاصبح عندنا في حدود 8 أو 9 مراكز بتاعت عزل في الموجه الاولى. العدد بتاع المراكز كان كبير لانه اغلب مستشفى القطاع الخاص كانت متوقفه عن العمل. نسبة لانه الناس كان بتجهز وبترتب وما كانت عارفه طبيعه التعامل مع الفيروس حتكون كيف. احنا الحمد لله قدرنا نغطي لانه اوريدي كنا مستعدين للبرنامج وخدينا خطتنا كامله، واستمرت الخدمه
احنا موقفنا يعني الناس كان بتقول انه موجه اولى وموجه ثانيه، احنا بالنسبه لنا الموجه مستمره من ما بدات شهر ثلاثه والى الان هي مستمره. هي مستمره. التيم الان يمكن الاعداد تقل وتقل. الاعداد بتقل لكن في النهايه في مخرج موجود احنا لازم نجيبه ونتخلص منه. لانه عشان المخرج ده اذا خليناه ومشى مع النفايه العاديه بتحصل عمليه بتاعت نبش له وعمليه بتاعت محاوله استخلاص الموديل. ايوه ترجع ثاني تعيد نفس البرنامج. في الموجة التالية اللي هي بدت لا قرابة الأسبوعين تقريبا أو ثلاثة أسابيع بدت أقوى. بدت أقوى عشان الشتاء طبعا يعني إحنا هنا كنا زي ما أنت تحدثت في الأول مارقين من شتاء وداخلين على صيف. إحنا الآن في شتاء وشتاء شوية وماشيين على بريد أكثر. وماشيين على بريد يعني الشتاء ماشي كوما ليه والموية تقبى أقوى. معناها الثلاثة شهور الجايات ممكن تكون شهور صعبة. والله نأمل إنها تنتهي سريعا. لأنه شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 دي أصعب الشهور في الشتاء يعني. أكيد 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 شوية درجة الحرارة تكون مرتفعة بتكون منخفضة. لكن الالتزام يعني الناس لو التزمت. فيروس كورونا الاعتماد الأساسي فيه على وعي الشعوب. إحنا موقنين تماما إن الشعب السوداني شعب واعي، شعب مثقف وحيقدر. والآن ثقافة لبس الكمامات والمعقمات بنشوفها يعني في أيوة صحيح. احنا شوية الكمامة ما كانت في ثقافتنا انه جونا رطب ما زي الدول الشرق آسيا. الكمامة دي بتعذبنا شديد. يعني يعني جونا رطب عشان كده احنا بتكتم عندنا سريعة الكمامة. لكن الآن إلزامي ما عندنا ما في طريقة. الزول إذا هو موجود براءه في منطقة كلير يعني حس احنا الآن في الاستوديو ما لابسين كمامات لأن الاستوديو معقم. أكيد. الناس متخذت احتياطات والناس واقفة مسافات. بعيدة وشالين معقمنا لكن يعني انت في البيت ما في داعي تلبسها يعني. انت في البيت ما محتاج لك كمامة. داخل مكتبك في عملك ما حتكون محتاج لك كمامة. لكن اذا مركت مواصلات عامة منطقة فيها ازدحام الافضل انك تكون لابس كمامتك. اي تعامل مباشر اي الناس متعاملين تعامل مباشر يفضل انه يكون لابسين كمامة. واذا كمان قدروا يلبسوا الفيس شيلد اللي هو الواقي بتاع الوش يكون افضل. ده الناس بتعاملوا تعامل مباشر مع الجمهور. البنوك مراكز استخراج الجوازات الرخصه ده المفروض يكون لابسين لبس مكترن لانه انت ما بتكون عارف الزول الجايك هو حامل لشنو. بدينا واحنا الان جاهزين جهزنا فرقنا تماما والخدمه اصبحت زي ما قلت لك مستمره. جهزنا الاحتياطي للفرق في حاله لا قدر الله حصلت اصابات. جهزنا لبسنا كل كامل السيفتي مكتمل. الحاجات الاضافيه اللي بنمنحها لاصطافنا اللي هي من الفيتامينز الفاكسين. طبعا احنا الاصطاف كله بياخد جرعات تطعيميه ضد اشياء اخرى ما عندها ارتباط بالكورونا اللي هي الهباتيتس والتتنس. دي اصلا حاجه ثابته عندنا في الشركه وعندها ناس متخصصين متابعين الجداول بتاعتها لانه احنا ما بنتعامل فقط مع فيروس كورونا. احنا بنتعامل مع امراض كثيره. نعم ابتداء يعني احنا بنطلع من دوام ندخل في دوامه ثانيه كوليرا اسهالات مائيه نزلات احنا كل الحاجات دي يعني كل الويست بتاع المستشفيات بيجينا يعني. والله يعني ده عمل كبير وجبار باشمهندس سالم ويعني ربنا يقويكم وده عمل قبل كل حاجه عمل انساني. فلو عندك رسائل قبل ما نختم معاك لو عندك رسائل لمراكز العزل للناس للإصطاف الموجود معاك داخل المجمع السعودي السوداني. أنا الرسائل أنا عندي زي رسالتين. الأولى هي رسالة والثانية شكر. هتكون الرسالة الأولى أنه الناس تلتزم بإرشادات وزارة الصحة لأنه هي الآن الحاجة الوحيدة اللي بتقيق من الفيروس. التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، الغسيل بتاع الايادي بصفه مستمره، يتناولوا غذائهم وجبات غذائيه صحيه على اساس انه يرفعوا المناعه بتاعتهم. الخضروات الفواكه دي حاجه مهمه جدا. المناعه الفيروس معتمد على مناعه الانسان. صحيح. كل مناعتك كانت ضعيفه هياثر معك سريع. الرساله الثانيه هي رساله شكر. انا بوجهها للجيش الابيض اللي هو واقف خلف كل الناس في مراكز العزل اكيد في الخط الامامي في الخط الامامي احنا بنحييه وان شاء الله ربنا يقويهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بوجه صوت شكر لكل العاملين في المجمع السعودي السوداني. هم برضو جيش ابيض بس غير معلن. الناس ما عرفاهم هم خط الدفاع الثاني بعد الاطباء في المستشفيات لانه هم يعني بيستقبلوا كل الناتج من المستشفيات بكافه اشكاله اذا كان فيروس كورونا او غير كورونا. نعم.
فبوجه لهم صوت شكر. والله نحن عبرك برضو بنحييهم بنشكرهم بنشكر الجيش الأبيض اللي دائما واقفين في حمايتنا. باش مهندس ما دايرين نخوفك، لكن يعني رسالتنا نحن، انت قبيل قلت يعني الاستوديو معقم وما دايرين نخوفك، نحن شايلين معقماتنا ولابسين كماماتنا وملتزمين بالتباعد الاجتماعي، دي كلها يعني زي ما بقولوا أشياء شخصية عمل الكادر الموجود داخل القناة. لكن رسالتنا نحن برضو بنقول لوزارة الصحة إنها تهتم برضو بالمؤسسات، لأنه هم بيعملوا في ظروف صعبة جدا، لابد من التعقيم داخل هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم، الاستديوهات، المكاتب، وجود المعقمات، كل الأشياء دي لابد، عشان حتى المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات حساسة جدا، هي اللي بتوصل المعلومات، هي اللي بتوصل التوعية والتثقيف عبر الأجهزة عن طريق الأطباء أو المؤسسات العلاجية. لابد عشان إحنا نعمل بصورة مستديمة لابد إنه نكون إحنا حاسين بالأمان من إنه الحتة تكون معقمة تعقيم جيد، لأنه أنا لو جيت داخل الاستوديو والاستوديو ما معقم أكيد حكون تفكيري كله أنا حطلع من هنا وعندي كورونا، وانت قبيل قلت لي والله أنا خايف منكم. فما تخاف منا، دي اجتهادات شخصية برضو نحن بنعملها عشان احنا برضو بنكون خايفين على نفسنا وخايفين على الضيوف اللي بيجونا. شكرا لك كثير، كتر خيرك باشمهندس سالم خال العيال وسالم صلاح المدير العام للمجمع السعودي السوداني لمعالجة النفايات الطبية وخاصة نفايات كورونا. تحية الصحة والعافية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وكتر خيركم، وإن شاء الله ربنا يزيل عنا هذا المرض أسرع فرصة ويشفي إن شاء الله كل الموجودين في مراكز العزل في المستشفيات، والرحمة لكل من حصدت أرواحهم بوصل الفيروس كورونا. لهم الرحمة والمغفرة، ونقول للناس الموجودة في مراكز العزل شدوا حيلكم وإن شاء الله أنتوا أقوياء وإن شاء الله حتطلعوا بالسلامة، وبنقول للناس السليمين خليكم سليمين بالاتباع للإرشادات الصحية لوزارة الصحة. تحية الصحة والعافية، متواصلين معكم من خلال صباح الخرطوم، فاصل إعلاني ونرجع نتواصل معكم. صباحكم عافية.